إخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير ويعطيكم ألف عافية. أوكي، واضح. إخواني، شفنا الجدل الدائر بمجلس النواب بخصوص موضوع منطقة البتراء السياحية، وشفنا كثير من النواب يعني كان يهاجم القانون اللي قدمه لمجلس النواب، وسمعنا يقول لك اللي بدهم يبيعوا البتراء والبتراء الباعت والأردن مش للبيع، ومن الحكي هذا كلياته. فإحنا بدنا نحكي اليوم بموضوع البتراء، بدنا ناخذ موضوع البتراء من كل الجوانب، من الجوانب القانونية، من جوانب قدسيته الدينية، من جوانب شو اللي خايفين منه النواب، ومن القضايا القانونية، تمام، حتى من الأخوان مجلس النواب من عتبهم على رئاسة مجلس النواب انسحبوا من الجلسة. طيب، شو سلافة البتراء؟ وكيف إنها بدها تنباع؟ وإذا بدها تنباع شلون بدها تنباع يعني؟ البتراء مساحتها 441 كيلو متر مربع، في منهم 264 كيلو متر مربع هذولا مناطق أثرية اللي هي السيق والمحكمة والخزنة، كل الناس اللي راحت على البتراء تعرف الحكي هذا. وفي 90 كيلو متر كمان بسموهن منطقة النطاق العازل. هذول المنطقتين، 264 والتسعين كيلو، يعني تقريبا 354 كيلو، تمام، هذول محميات من البيع أو التأجير أو الشراء حسب قانون الأثار وقانون السياحة. بنظل هسا احنا بنسولف تقريبا عن 87 كيلو متر. 87 كيلو متر هذول ملاكين مواطنين أصليين، مواطنين من البتراء اللي هم مواطنين عاديين واعتباريين وجمعيات، اللي هم من عشائر بني ليث. ويا ريت انه حدا من قرايبنا وعيال عمنا لبني ليث بالبتراء من بني ليث انه يطلع ويحكي لنا عن الموضوع هذا، لانه بتعرف دائما اهل مكه ادرى بشعابها وهم قادرين انهم يشرحوا للناس الابعاد القضيه هذه كلياتها. فالان ال 87 كيلو متر هذول اللي بنحكي عنهم، هذول كان حسب قانون رقم 15 لسنة 2009، هو اسمه قانون سلطة إقليم البتراء والتنموي والسياحي. حسب هذا القانون هذه الأراضي كان لا يمكن بيعها، كان فقط يمكن تأجيرها. وبرا من المرات رئيس الوزراء السابق هان الملقي وجه سؤال لديوان تفسير القوانين إنه بخصوص وضع هذه الأراضي أو هذا القانون، فكان رد ديوان تفسير القوانين إنه ينظم فقط تأجير الأموال الغير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، والبيع لأحكام التشريعات النافلة، والبيع مش لأحكام التشريعات النافلة. شيء التشريعات النافلة هو يعني التشريعات اللي بتبيع عليها الناس كلياتها، مثلا اللي بده يشتري أرض بسحاب، أو بده يبيع أرض بالكرك، أو بده يشتري أرض بأي مكان ثاني، في قانون إنه بيع ما الناس بتمشي عليه، القانون المعتاد المعروف بين الناس كلياتها. بس هذا القانون اللي هو قانون رقم 47 لعام 2006 بحكي لك هذا القانون يستثنى ثلاث مناطق من هذا القانون، اللي هي سلطة إقليم البتراء، سلطة العقبة الاقتصادية، وسلطة وادي الأردن، تمام. فحسب هذا القانون لا يجوز البيع. فالآن القانون اللي طرحته الحكومة، طبعا هو من شهر 9 تقريبا 27/9/2019 السنة اللي فاتت طرحت القانون وردوه النواب للجنة السياحية، إنه يصير يحق للناس أباهين 87 كيلو متر إنهم يبيعوا أراضيهم لأشخاص اعتباريين أو لشخصيات أو لجمعيات أو لمستثمرين. طيب هسا النواب من إيش خايفين؟ أو النواب ليش رفضين الحكي هذا؟ النواب خايفين إنه البتراء تنباع لإسرائيليين، خصوصا إنه البتراء كمدينة، البتراء إلها قدسية عند اليهود، لأنه حسب اعتقاداتهم إنه تابوت العهد القديم موجود فيها، وعصا سيدنا هارون موجودة فيها، حتى التين كوماندرز اللي هن الوصايا العشرة أو الألواح اللي عليها الوصايا العشرة تبعات سيدنا موسى كمان موجودات فيها. إضافة إلى ذلك البتراء إلها قدسية كمان عند المسيحيين، يعني الناس اللي راهوا على البتراء أكيد شافوا في كنائس هناك بالبتراء، في كنيسة بيزنطية، وفي عليها كمان وفي على أراضيها على أرض الكنيسة منقوش فسيفساء، هاي الفسيفساء لها تعبيرات ودلالات مسيحية، فهاي كمان حتى البتراء لها قداسة عند أتباع الدين المسيحي. وحتى إحنا كمسلمين يعني مقام النبي هارون أيام المماليك، إجوا المماليك، تعرفوا المماليك يعني من الفرق الإسلامية اللي كانت
تقدس القبور وتقدس الأضرحة وتقدس الأمور اللي زي هذه، فهمت علي كيف؟ فاعتنوا بالمكان هذا. وحتى أنه الظاهر بيبرس زار مقام النبي هارون حسب كاتبه، يعني حسب كتابات كاتبه أنه ويس باسمه، وأنه حتى الناس اللي راحوا على الجامع أو على المسجد الموجود بمقام النبي هارون شافوا مكتوب على بابه أنه تم تجديد هذا المسجد في عهد السلطان محمد بن قلاوون. فمنطقة البتراء منطقة لها قدسية عند جميع الديانات السماوية، تمام. فإحنا النواب متخوفين أنه هاي البتراء يكون اليهود بدهم يشتروها، خصوصا أنه صار يطرح، ما بنعرف مدى مصداقيتها الصراحة، يعني ما تدققنا من الموضوع هذا، أنه يطرح إعلانات لإسرائيليين أو إعلانات لشركات سياحة إسرائيلية بيعتبروا البتراء جزء من إسرائيل. إضافة إلى ذلك صارت تتداول بالآونة الأخيرة صور لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وهو بزور البتراء. طبعا هاي زيارة قبل 10 سنين اللي كان مع عون الخصاونة، أيام ما كان عون الخصاونة رئيس ديوان ملكي، تمام. فالآن النواب من مخاوفهم إنه البتراء تنباع لإسرائيليين رافضين القانون هذا، وعرفنا إنه البتراء إلها قدسية عند اليهود وعند المسلمين وعند المسيحيين، فالنواب طالبين من القانون بالضبط إدراج بشكل مباشر مع عدم البيع للإسرائيليين، إنه أوكي بنعدل القانون بحيث إنه تنشطه سياحيا ويكون في تنشيط للسياحة، ولكن إنه إدراج عدم البيع للإسرائيليين. طبعا يمكن النقطة هذه فيها معضلة قانونية، لأنه ما تقدرش تقول عدم البيع للإسرائيليين، يا بتقول عدم تملك الأجانب بشكل عام، تمام، أو ما يعني ما بتقدر بقانون استثمار أو شيء إنك تستثني أي دولة معينة، خصوصا إنه الدولة هذه الأردن عاملة معها اتفاقيات. فإنه يا بتمنع تملك الأجانب بشكل عام، أوكي، أو إنه بتخليها مفتوحة. طبعا التخوف من إسرائيل واستثمار إسرائيل والاستثمار الإسرائيلي يعني أوكي هو مبرر، وإحنا حكينا إنه الناس لهم أطماع، أطماع دينية، وهم برروا وجودهم بالشرق الأوسط بناء على أطماع دينية، فهمت علي كيف؟ ولكن لا يعني غير مش راح يكون واقعي إنك تستثني دولة واحدة أو جنسية واحدة من البتراء. طبعا إحنا كشعب كلمة البيع أو كلمة الخصخصة مرعبة عنا، إحنا بس تحكي بيع خصخصة خلاص بصير الناس يستجروا ذكريات مثلا الفوسفات والبوتاس وكذا. إحنا الآن مش بحكم تقييم قطاع الخصخصة أو عمليات الخصخصة، لأنه في إنهم ناس يقيموها وناس وأتوقع ينزل التقييم إلها كثير يعني، تمام. بس إحنا كمجتمع كشعب أردني بنخاف من المصطلحات هاي، الخصخصة أو البيع وبيع البتراء، خصوصا إن البتراء رمز أردني. البتراء سنة 85 أدرجت بالتراث العالمي، اليونسكو أدرجها بالتراث العالمي، وسنة 2007 حطوها بعجائب الدنيا الـ7، تمام. فإحنا يعني نتمنى إنه الأخوة النواب يطلعوا على الشعب الأردني ويشرحوا مخاوفهم، وإنه الجهات الحكومية والجهات الرسمية تشرح كمان يعني شو ضحد هذه المخاوف. وأكثر إشي نتمناه على أخواننا وقرايبنا من بني ليث بمنطقة البتراء يطلعوا ويشرحوا للناس الوضع لمنطقة البتراء، خصوصا انه كلنا احنا الان بنطالب بتنشيط السياحة بكل الاماكن، واحنا الاردن ارض مهبط اديان، فكل معظم الاراضي الاردنية لها قداسة عند اصحاب الديانات الثلاثة، في المغطس يعني من المناطق المقدسة جدا، في المغطس، في المزارات بلواء المزار الجنوبي. فاحنا الان يعني يجب أن نجد صيغة لتنشيط السياحة والحفاظ على مناطقنا السياحية أردنية خالصة، أو الهدف منها أردني، مع ضمان أن يكون فتح باب الاستثمار لكل موارد الاستثمار الموجودة. شكرا لكم جميعا على الاستمتاع، وإن شاء الله نتلاقى بلايفات ثانية.